السلام عليكم متابعي قناة جديدة العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو غتشوفوا مجموعة من العروض والتخفيضات اللي تتواجد بجميع متاجر كازيو المغرب ابتداء من غدا ان شاء الله الخميس 10 اكتوبر، وغتستمر هذه التخفيضات حتى 16 اكتوبر. بالنسبة اللي ما تيعرفش كازيو، يعني الاغلبية دابا راه تيعرف كازيو تقريبا تتواجد اغلب المدن، مازال غير بعض المدن اللي ما فيهاش غيكون ان شاء الله افتتاح اقرب وقت. واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وشجعونا وحطوا شي كومونتير زوين وديروا لايك للفيديو باش تزيدوا تشجعونا. واللي عنده شي تساؤل او استفسار يخليه في الخانه ديال التعليقات وشاركونا التجربه ديالكم مع المنتجات وما نطولوش عليكم، نبداو باول منتج. كاين هاد سمارت تي في لا مارك ال جي، بالنسبه للقياس فيها 55 بوص يعني الحجم كبير، الثمن ديالها 4399 درهم يعني 88000 ريال، كانت دايره من قبل 5699 درهم ناقصين فيها 26000 ريال. كاين هاد البلاك لامارك ديوتشمان الكتريك، الثمن ديالو 70 درهم 1400 ريال. بالنسبة للبويسونس فيه 500 واط. كاين هاد العصارة ديال القهوة تحتها هي نفس لامارك ديوتشمان، الثمن ديالها 60 درهم 1200 ريال ناقصين فيها 20 درهم. كاين هاد العصارة ديال القهوة لا مارك ديوتشمان، بالنسبة للبويسونس فيها 1600 واط، الثمن ديالها كانت من قبل 849 درهم يعني 17000 ريال، دابا دايرين لها 13000 ريال ناقصين فيها 4000 ريال. كاين هاد سمارت فون بالنسبة لا مارك ايتيل، الثمن ديالو 1499 درهم يعني 30000 ريال ناقصين فيه 1000 درهم 20000 ريال، تيمشي معاه كادو هاد باور بانك. عاوتاني كاين هاد الساعة الذكية وكاين هاد السماعات بلوتوث، يعني هاد الباك كامل ب 30000 ريال. بالنسبة لهاد سمارت فون فيه 256 جيجا في الستوكاج و 8 جيجا في الرام، فيه 5000 ميلي امبير في الباتري، الثمن ديالو كما قلنا 30000 ريال، وتيمشي معاه هاد باور بانك، هاد سمارت يعني هاد الساعة الذكية وهاد ليزيكوتور بلوتوث. كاين هاد الطنجرة لا مارك ديوتشمان اينوكس وغرانيت، بالنسبة للثمن ديالها 600 درهم 12000 ريال، الكاباسيتي ديالها 12 لتر، كانت من قبل ب 1000 درهم ب 20000 ريال، دابا ناقصين فيها 8000 ريال يعني تتبقى ب 12000 ريال. كاين هاد الكاسرول تتهز نص سيترو يعني الحجم ديالها صغير، بالنسبه للثمن ديالها 20 درهم 400 ريال. كاينين هاد الكيسان فيهم زوج تشكيلات، سته ديال الكيسان، كاين هاد الشكل وهاد الشكل، كاين ديال اتاي وديال القهوه، بالنسبة للثمن يعني 10 دراهم 200 ريال ناقصين فيهم 5 دراهم. كاين هاد الشمع معطر 4 ديال القطع، هاد الشكل هذا فيه 3 ديال القطع، وكاين هاد الأوراق جافة معطرة، هادشي يعني كل حاجة ب 9 دراهم 180 ريال. كاين هاد الإناء من الزاج، الثمن ديالو 30 درهم 600 ريال. كاينين هاد السته ديال الكيسان مع الطاس ديالهم، الثمن ديالهم 40 درهم 800 ريال، كانوا من قبل 1600 ريال ناقصين فيهم 50%. كاين هاد الاناء بالنسبه للقطر فيه 24 سنتيم ونص من الزاج، الثمن ديالو 12 درهم 240 ريال، بالنسبه للالوان فيه 3 ديال الالوان. كاين هاد الاناء من الزاج حتى هو اللي الثمن ديالو 9 دراهم 180 ريال. كما قلنا هاد العروض تتواجد بجميع متاجر كازيو، ولا عنده شي تساؤل او استفسار يخليه في التعليقات وديروا جيم للفيديو اللي مازال ما دارش جيم للفيديو، ونكملوا الفيديو على بركه الله. كاين هاد الزيت ديال المائده النواره، الثمن ديالو 70 درهم 14% 5 يترو ناقصين فيه 5 عفوا 6 دراهم.
كاين هاد الدقيق ممتاز 10 كيلو ديال الثانية، ثمن 30 درهم، 600 ريال. كاين هاد كسكسو مويل، الباك فيه 3، كل واحدة فيها نص كيلو، يعني مجموع كيلو ونص 15 درهم، 300 ريال، كان داير من قبل 25 درهم، يعني ناقصين فيهم 10 درهم. كاين هاد الباك ديال المعجنات، يعني زوج ديال المعجنات معهم سباكيسي. بالنسبة لهاد المعجنات كيلو، يعني كل واحدة فيها نص كيلو، مجموع كيلو، سباكيسي 250 غرام، هاد الباك داير 25 درهم. كاين هاد الصلصة ديال الطماطم، باك فيه 3، كل واحدة فيها 200 غرام، ب17 درهم ونص. كاين هاد الباك ديال الخيرات، كاين هاد الفرماج اللي فيه 24 قطعة، وكاين هاد الفرماج اللي فيه 8 ديال القطع، ثمن 22 درهم، ناقصين في هاد الباك 15 درهم. كاين هاد الجبن ديال الإيدام، 900 غرام، 1600 ريال، 80 درهم، ناقصين فيه 30 درهم، 600 ريال، كان من قبل 110 درهم. كاين هاد الحليب كومبلي يترو ومعاه 200 ملل كادو، ثمن 9 درهم 90، ناقصين فيه 4 درهم ديال جودة. كاين هاد الباك ديال الزبدة لابريري، زوج والثالثة غراتوي، كل وحدة فيها 225 غرام، ثمن 22 درهم ونص، 450 ريال. كاين هاد الشاي شعرة ديال ديوان، 200 غرام في الوحدة، ثمن 38 درهم، 760 ريال. كاين هاد الخليط ديال بايلا، كل وحدة فيها نص كيلو، مجموع يعني كيلو، ثمن 35 درهم، عفوا 34 درهم ونص، يعني 700 ريال، قل 10 ريال. كاين هاد الباك ديال الكروفيت رمادي، يعني المجموع كيلو، كل وحدة فيها نص كيلو، ثمن 90 درهم، 1800 ريال، كان من قبل 120 درهم. كاين هاد الجبن ديال الجبال، 22 درهم، 440 ريال، باك فيه 3، كل واحد فيه 160 غرام. كاين هاد الفرماج ديال بيرلي، 60 درهم، 1200 ريال، 64 قطعة. كاين هاد الزبدة ديال الجبال، كيلوغرام 75 درهم، 1500 ريال، كانت من قبل 120 درهم، ناقصين فيها 45 درهم. كاين هاد الباك اللي فيه كريم ديال الطبخ معاه صلصة ديال الجبن، الحجم 450 ملل في كل وحدة، ثمن 38 درهم، 760 ريال، ناقصين في هاد الباك 12 درهم. كاين هاد الباك ديال اللانشو والنقانق ومرتديلا، ثمن 20 درهم. كاين هاد الباك ديال لانشون ومرتديلا، 300 غرام في الوحدة، ثمن 400 ريال، 20 درهم. كاين هاد الباك ديال لانشون، 600 غرام في الوحدة، ثمن 20 درهم، 400 ريال، بزوج بيهم. كاين هاد الباك ديال التنظيف ديال الأواني، واحد فيه يطرو ربع، وواحد فيه يطرو قل ربع ديال ماكسي، ثمن 400 ريال، 20 درهم. كاين هاد الباك اللي فيه منظف ديال الأرضية، كل واحد فيه يطرو، ثمن 18 درهم، 360 ريال. كاين هاد الباك ديال ماكسي، فيه جافيل وفيه هاد المنظف، ثمن 21 درهم ديال الباك. كاين هاد القطع ديال الديك الرومي مدخن، 80 غرام في الوحدة، باك فيه 3، ثمن 20 درهم، 400 ريال، ناقصين فيه 15 درهم، كان من قبل 900 ريال. إخواني أخواتي، إلى هنا ينتهي الفيديو، شكرا على المشاهدة.
اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك وفعل الجرس، وشاركونا التجربة ديالكم مع المنتجات، واللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات، واللي مازال ما دارش اعجاب الفيديو هبط لتحت يضغط على زر الاعجاب باش يشجعنا نحطو مزيد فيديو من الفيديوهات. وشكرا على المشاهدة مرة اخرى، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.